لا شك انه في رمضان بتكسر موائد الرحمن. وموائد الرحمن انا لسه يعني قاري خبر جميل ربما يسعدنا جميعا، انه في العاصمه الاداريه الجديده بيسعوا ان هم يعملوا اطول مائده افطار على مستوى العالم كله، ودرجه ان هم يعني اعلن السيد المتحدث الرسمي للعاصمه الاداريه انه في طريقهم لاعداد هذه المائده في الايام في هذه الايام، وكمان هيجيبوا حد من اعضاء ومشرفي موسوعه جينز العالميه عشان خاطر تقيم التجربه الفريده اللي هتعملها العاصمه الاداريه الجديده في انها تعمل اطول مائده افطار يشارك فيها كل العاملين وكل المشرفين وكل من له صله وعلاقه بالعمل داخل العاصمه الاداريه الجديده. انا بقول لهم طبعا شد حيلكم وربنا معاكم ويكون معاكم، وان شاء الله تدخل الموسوعه باطول مائده افطار في مصر، ده يسجل لينا كشرف كبير انه المائده لا شك ان فيها مسلمين وفيها مسيحيين وفيها من كل طبقات الشعب واطياف الشعب، واحنا طبعا دائما بننبه انه كل الاشياء تحل لي، فبالتالي دعوه عامه لكل الناس ان هي تبذل اقصى طاقه في عمل الرحمه وفي عمل الصدقه وفي عمل اضافه الغرباء. ويا ما ناس تمسكت بفضيلة إضافة الغرباء حتى أنهم أضافوا ملائكة من كثر ما هو بيحب يضيف الناس ويستقبلهم في بيته. لا شك أنه جت في لحظة ربنا حب يكافئ هؤلاء القوم فأضافوا ملائكة استضافوهم داخل بيوتهم. لا شك أن هذا الأمر جيد ومحمود ومستحسن ومحبب لدى الله في أن هو يحب الناس اللي بتحاول تضيف، وحتى أنه قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أنا مش عارف فضيلة الشيخ مظهر يعني من ضمن آداب العشر الأخر تقول إيه بالنسبة لموائد الرحمن بالذات يعني؟ والله من الأمور يا ونا اللي بتسعدنا جدا في رمضان موائد الرحمن ديت بصراحة. أي يعني أي، وأنا ببقى سعيد لما ببقى ماشي في شارع كده ولاقي قبل المغرب بشوية ناس عمالة توضب في في المائدة، وناس قاعدة مستنية علشان خاطر الأذان يأذن ويأكلوا من هذه المائدة أو يعني يفطروا فيها أو كده، لأنه لازم نعرف إن في ناس فقراء موجودين في الحي اللي إحنا فيه. أي، هذا الفقير لا يسأل الناس إلحافا. في ناس بيبقى عندها شيء من الخجل إنها تسأل غيرها، وقد لا يكون عنده قوت في بيته أو طعام في بيته، لكن مكسوف يقول لجيرانه، وجيرانه يمكن فاهمين غلط عنه يعني مش متوقعين إن هو ممكن يكون فقير أو محتاج أو خلاف. تبقى موائد الرحمن ديت باب لهؤلاء الناس إن هو يروح في مكان يعني قريب من بيته محدش عارفه فيه، ويعني يحصل على بعض الطعام ليه او لاهل بيته او يفطر هو. طبعا في برضه طلبه غرباء موجودين، في ناس عابري سبيل موجوده، في سواقين النقل العام اللي يدق الاذان بيأذن عليهم وهم في الشغل بتاعهم بيوصلوا الناس، سواقين الميكروباص، ناس غلابه كتير موجودين. فبتبقى مائده الرحمن بالنسبه لهم يا بونا يعني فرصة. يعني طبعا يعني مش فرصه بس ده يعني زي يعني عارف انت اللي هو ايه يعني انقاذ. لانه برضه انت عارف في رمضان بيبقى المطاعم مقفوله في الفتره بتاع النهار ديت بتاع المغرب دي المطاعم مقفوله. لو انت حبيت حتى تاكل على حسابك وانت عابر سبيل او مسافر ما تلاقيش مطعم يفتح لك بابه او كله مأجز او ما الى ذلك يعني. فجميل ان الناس تستمر في هذه السنه، سنه اطعام الطعام. بأكد أنه من أفضل القربات عند الله عز وجل إطعام الطعام، أنك تقدم الأكل للناس وتأكل الناس عندك في بيتك أو تأكله في موائد الرحمن، ده مهم جدا. أنا بس عاوز إيه؟ أنا بس عاوز بعض الإخوة اللي بيروح يعني ياخد الأكل من أكتر من مائدة ويضيع على غيره فرصة أن هو ياخد أكل زيه المحتال ده بقى، يعني ده بقى يعني اللي أنا يعني عايز يبقى ليا موقف معاه بصراحة. يعني انت محتاج تاخد لنفسك شنطه او كيس او وجبه حقك، انما ليه تاخد وجبتين ثلاثه اربعه وغيرك يجي ما يلحقش وما يلاقيش وجبه ليه؟ ونشوف بعض الناس يا بونا بياخد الوجبه ياخد منها حته اللحمه ويرمي الطبق البلاستيك ده اللي فيه الرز والخضار وخلافه، ويرده حتى بيرميه في جنب ولا حاجه، تلاقيه بيرميه جنب المسجد اللي بيوزع او في الطريق العام او في المنتزهات العامه في الحدائق العامه او خلافه. فانت النهارده يعني استفدت لكنك ضريت في نفس الوقت، ضريت بلدك، ضريت المسجد اللي انت بتاخد منه، البيئه اللي حواليه، الشارع اللي انت بترمي فيه او خلافه يعني. فعاوزين اللي محتاج وجبه ياخد وجبه. هو الواحد في رمضان بياكل ايه؟ وجبه. والله العظيم يا ابونا النهارده اربع معالق بتلاقي نفسك شبعان. اربع معالق بالزبط. فليه تاخد وجبه واثنين وثلاثه وترمي ثلاثه وتاكل واحده ليه؟ فدي الحاجه الثانيه
كل حي او كل منطقه بتعمل مائده رحمن يبقى عندها كشوفات باسماء الناس اللي هي اللي محتاجه والفقراء وكده، ويبقى هم اولى من غيرهم في الحاله دي، اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش.